دماغنا حبيبي. فولا مني بص 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 دينا شو صار انفصمتي انفصام في الشخصية؟ لا يعني أول برايم وأنا كنت تعبانة وطلعت وعملت تابلو وكان كنت نوميني يعني كان ضغط ما والأغنية أو يعني ما عملتش عليها بروفات خالص لأني كنت تعبانة جدا أوكي طيب يعني النياص وين كانت مخبية فيك هذا المغنى الحلو طربي بمحله وإحساسك بيطلع بينزل مثل موجة البحر هيك بفوت على قلبنا وبيفل ليه ما كان مهديك الناس اللي فينا رشا واس دينا ما بعرف إذا كنت نوميني هون والنومينيسيون بتعمل فيك هيك بتعطي يعني هيدي بتعطي بتخلق فيك هي روح تحدي بخليك تغني ب يعني بتعطي أكثر شكلكم كلكم تحت الضغط بتغنوا أنا هذا ملاحظه يعني كل واحد بترعبه شوي بصير يغني يعني بتخوفه انه انتبه ولا يعني بتقوي له الدوز بصير يغني انت غنيتي هالمره احسن من اول وحده لانك عارفه حالك انه هذا الشيء سوري هذا الشيء بيطيرك يعني ما قوي طيرك من البروجرام غنيتي بهالقوه الحلوه برافو مغنيكي على القد في شيء واحد ما حبيته بس اكيد طالبينه منك الاساتذه اللي هو تلقي على النوت كل وقت انت وبس يا حبيبي لا خالص ما طلبوش مني هم قالوا لي هذا ما كثير حبيته انا يعني بس انه غنيتي باحساس اللي انت بتفقديك انت كل الوقت بسار اكاديمي لهذا انا عم بتخابط معك فيه كل الوقت كنت يعني I was fighting with you انه يا ديما دينا انت بتغني بدون احساس بتغني على طول كل اغاني بذات الطريقه في جفاصه في المغنى بهالغنيه بالذات بينتيني انك عم تغني باحساس برافو دينا للاسف هيك بيرفورمانس حلوه وهديك بيرفورمانس عاطلة ليك قد ايه الشخص بيفرق